أينما كنتم مشاهدي بلقيس، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط خلالها الضوء على تضاعف وحجم رصيد الانتهاكات في ضوء اختطاف ميليشيا الحوثي للعشرات من أبناء الطائفة البهائية وغيرها بحسب تقرير منظمة العفو الدولية. اليمن سجن كبير، قالها أحد الناشطين المفرج عنهم قبل أشهر بعد اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي في صيف العام الماضي. اليمن سجن كبير يعكس حالة الاكتئاب والضيق التي أوصل الحوثيون وحليفهم صالح اليمنيين إليه. لا يتوقف الأمر عند حدود الدم المراق في محافظات ومدن البلاد، وإنما عند فائض العدد من المختطفين والمخفيين قسرا، وفائض العدد من المعذبين والمقهورين، حيث لم تسلم فئة ولا طائفة ولا جماعة ولا حزب سياسي مناهض لمشروع وأهداف وممارسات الميليشيا المسلحة إلا وطالتها يد القتل والقمع والاختطاف. تقارير كثيرة تحدثت عن هذه السلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا منذ سيطرتها على المدن ومؤسسات الدولة، وكشفت عن الكثير من المختطفين والمعتقلين في سجونها، كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية الذي كشف عن اعتقال 65 شخص، بينهم 14 امرأة وستة أشخاص دون سن 18 من أتباع الطائفة البهائية في العاصمة صنعاء. وصفت المنظمة في بيان لها اعتقال الميليشيا لأتباع البهائية بما أسمته حالة الاضطهاد الفاضح للأقلية الدينية في البلاد، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي يفسر اختطاف ميليشيا الحوثي لمجموعة من أبناء الطائفة البهائية؟ وكيف ستنعكس الانتهاكات الممنهجة على فضاء التعايش ومستقبل اليمن؟ هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها في حلقة الليلة من زوايا الحدث، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير للزميل وليد البوكس. خرجوا ولم يعودوا 30 شخصا من أتباع الطائفة البهائية في العاصمة صنعاء في قبضة جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع. 10 أيام ومجموعة من الشباب بينهم نساء وأطفال يرزحون في معتقل الأمن القومي بعد أن اقدمت عناصر ملثمة من جهاز المخابرات الخاضع لإدارة جماعة الحوثي على مداهمة ورشة عمل شبابية يحضرها بهائيون، وقبضوا على 65 شخصا بينهم 14 امرأة وستة أطفال كانوا يحضرون فعالية نشاط مجتمعي سلمي. منظمة العفو الدولية طالبت في بيان لها بإطلاق سراح أتباع الديانة البهائية المحتجزين لدى جهاز المخابرات، وهو ما وصفته باضطهاد فاضح للأقلية الدينية. تبدو هذه الأقليات الدينية كالبهائية ومن قبلها الطائفة اليهودية، وقد أصبح شأنها شأن الأحزاب السياسية والنشطاء والصحفيين المناهضين لجماعة الحوثي التي استهدفتهم منذ اجتياحها العاصمة صنعاء، فصار الجميع مجرد أهداف ضمن قائمة طويلة بالنسبة للحوثي وحليفهم صالح. اللافت هنا هو استمرار جماعة الحوثي في ارتكاب جرائمها دون الالتفات لكل النداءات الدولية، حيث ما يزال الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسرا في معتقلات سرية تابعة لجماعة الحوثي وصالح ممن يعدونهم خصوم. وتعرب منظمات محلية ودولية وبلدان عن قلقها إزاء الأوضاع التي وصلت إليها حالة حقوق الإنسان في اليمن في ظل سلطة الأمر الواقع، إذ تحاول جماعة الحوثي وحليفهم صالح إخضاع المواطنين بكل الأساليب بما فيها الاختطاف والترهيب والتعذيب الذي بلغ في أغلب الأحيان حتى الموت. نبدأ مناقشة موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث من صنعاء مع أحمد العوامي، المواطن اليمني والد المعتقل أيمن العوامي. أهلا بك أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نستمع من خلالك لشهادة حية باعتبارك مواطن يمني وأيضا من أحد أبناء الطائفة البهائية عن ولدك أيمن. في البداية حدثنا عن كيفية الاعتقال. الاعتقال تم يوم 10/8 من مؤسسة جود، كان معاه ملتقى شبابي تتبع مؤسسة نداء للتعايش.
وهو قبله يعني اسبوع ماشيين فيه، واليوم كآخر يوم كان يوم 10 كان الختام. وتفاجئوا يعني على الظهر الساعة 12 الظهر تقريبا هجموا عليهم يعني قوة مسلحة اعتقلوهم، وبعدها لم نعرف إلا يعني عبر وسائل أنهم في الأمن القومي محتجزين، وإلى اليوم لم نتواصل معهم أبدا مع المعتقلين. طيب هل سمح لكم بزيارتهم؟ هل أنتم على دراية بمصيرهم الآن؟ إلى اليوم لم نقابل أي شخص، وطول فترة يعني ما شفناهم نهائيا ولا أي خبر. طيب الأخبار تتحدث عن اعتقال 60 فرد من أبناء الطائفة البهائية، وأنه تم الإفراج عن 34 وتبقى لديهم 26، هل هذه الأرقام صحيحة؟ هو يوم الملتقى كان العدد كبير 60 وما يفوق، لكن كانوا من الطائفة البهائية والمسلمين مشتركين، لأنه كان مؤتمر لا يخص بالطائفة البهائية، كان مؤتمر شبابي يدعو يعني للتعايش والسلم والمحبة. طيب إذا كان ديني ولا له دخل بالدين. طيب أفرج عن البعض وتبقى البعض لديهم في جهاز الأمن. أفرج كل يوم يومين يفرجوا على أشخاص محددين كذا، إلى اليوم وصل باقي معنا يمكن في حدود ما يوازي 13 تقريبا معتقلين الآن. طيب من يتم الإفراج عنهم؟ ما هي الإجراءات التي تتخذ حتى يفرج عنهم؟ لا في إجراءات، هم يتصلوا للعائلة يقولوا له تعال استلم ابنك المسجون ويعوقه بضمانة ويمشي على طول. طيب أيضا يعني أنت أكدت لي أنه لم يسمح لكم بالزيارة أو متابعتهم، يعني لا توجد قناة تواصل بينكم وبين المعتقلين؟ أبدا إلى اليوم ما فيش أي تواصل. طيب هل الأسباب واضحة لكم؟ لماذا تعاملون كطائفة بهذا الأسلوب؟ هل الأسباب واضحة لكم؟ المؤتمر هو كان مؤتمر شبابي لا يكون طائفة محددة بعينها، كان مسلمين وبهائيين، ولكن مؤتمر شبابي يعقد للشباب يعني لهم أهداف محددة، فيها شباب أهداف عالية عامة، مشاركة في عملية بناء المجتمع وتعزيز القدرة على قدرتهم ويعني يوضحوا بخطوة التعصب، لكن كان يضم جميع الطوائف لا يضم طائفة محددة. طيب أستاذنك الوالد أحمد العوامي البقاء معنا، سنعود لك في هذه الحلقة من زوايا الحدث. أذهب إلى صنعاء أيضا مع الأستاذ عبد الباري طاهر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد الباري. أهلا وسهلا أخي، أهلا مرحبا. مرحبا بك أستاذ عبد الباري. بالمفهوم الحقوقي عندما نتحدث عن تسميم فضاء التعايش بين اليمنيين، هل هذا فعلا ما ينطبق على واقع الحال الآن في اليمن؟ لا سيدي، هذا لا ينطبق على اليمن خالص. اليمن يعني هناك مصادرة للحريات العامة والديمقراطية، حرية الرأي والتعبير، حرية الاعتقاد، كلها مصادرة في اليمن، وكل الأطراف بدون استثناء تتلاغى، تلقى سواء الصحفيين، المحامين، أصحاب الرأي، فهذا بالفعل الآن مصادر في اليمن شمالا وجنوبا. طيب أستاذ عبد الباري، ما الذي يفسره يعني هذه الحالة من النقمة والتمادي في مصادرة حقوق الطوائف يعني من قبل جماعة الحوثي؟ ما الذي يعني هذا؟ يا سيدي الحرب أم الكبائر كلها، هذه الحرب الآن يعني بالفعل ألغت الحياة السياسية، عطلت الأحزاب، صادرت حرية المجتمع، غيبت المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير، الصحافة الأهلية والحزبية والمستقلة وحتى الحكومية، فهذه الآن الحياة السياسية في اليمن علقت، والحرب صادرت كل شيء وألغت كل شيء. طيب منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن البهائيين عانوا من الاضطهاد وحتى أنه تم إعدام عدد منهم، باعتقادك لماذا هذه الطائفة تستهدف بالذات؟ يعني قبلها استهدف السلفيين ورحلوا، قبلها استهدف اليهود ورحلوا من اليمن، قبلها استهدفوا أيضا الأحزاب السياسية، لأن الطائفة البهائية هي أيضا تتعرض للقمع والاعتقال ومصادرة شاملة لحقوقها المدنية والسياسية. طيب أستاذنك بالبقاء معنا أستاذ عبد الباري طاهر، أعود مرة أخرى للوالد أحمد العوامي من صنعاء.
أخ أحمد. حياك الله. إذا ما تحدثنا عن الطائفة البهائية، ما هي أبرز المشاكل التي تواجه أبناء الطائفة البهائية في ظل غياب الدولة والصراع الحاصل في البلاد؟ الطائفة البهائية مثل أي طائفة يعني في المجتمع، مكون من مكونات المجتمع العادي. هم يطالبون بس بالعيشة العادية، هم مسالمين، لا يطلبون السلطة، وليس لهم في السياسة، وليس لهم في مجال عسكري أو أي شيء حزبي. هم يطالبون بس يعني يعيشوا تحت نظام القانون، لا شيء أكثر من هذا. طيب في ظل غياب القانون حاليا، هل هناك مشاكل تواجهكم؟ هي مشاكل تواجههم يعني سواء كان قيام الدولة أيام ما كان من أول ولا من الآن، هم يعني مضطهدين بحيث أنهم لا يقدروا يستطيعوا أن يقوموا بأي نشاط. الآن هم يقوموا بنشاطات اجتماعية فقط تحت نظام ودستور وقانون وتصريح المؤسسات الرسمية، وفي العلن لا شيء مخفي. ومن جميع الشباب المسلمين والمسلمين والبهائيين وكلهم وكلها عبارة عن تأهيل وتدريب في مجالات الشباب لا أكثر ولا أقل. أشكرك جزيلا أحمد العوامي، والد المعتقل أيمن العوامي، كنت معنا من صنعاء، ونتمنى لكم الاطمئنان على ولدكم قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث. أعود مرة أخرى للأستاذ عبد الباري طاهر. أستاذ عبد الباري. نعم أستاذ عبد الباري، عندما يتحدث البعض بأن اليمن بات سجن كبير وأنها الحوثيين وجماعة المخلوع علي عبد الله صالح ضاقوا بكل من يناهضهم أو حتى يقف محايد مما يقومون به، كيف يمكن فهم هذه الرغبة في تحويل اليمن إلى هذه الحالة برأيك؟ يعني هذه الحالة القائمة، اليمن شهدت تفتح سياسي وديمقراطي وحرية رأي والتعبير، وتأسست أحزاب وأعلنت أحزاب سرية عن نفسها في 22 مايو 90، في حرب 94، من حرب 94 حتى اليوم، من حرب 94 حتى اليوم تم الاعتداء على المجتمع، تم الاعتداء على الجنوب، حروب صعبة الستة، ويعني هذا المسلسل الذي تعيشه البلد منذ حرب 94 حتى اليوم يتصاعد. الآن وصلت الحالة أنها لن تعود هناك صحافة ولا حرية الرأي والتعبير ولا أيضا أحزاب سياسية، وألغيت أوقيت مؤسسات المجتمع المدني، وهجر اليهود، هجر السلفيين، الآن أيضا تتعرض الطائفة البهائية للتمكيل، وستكون يعني الكارثة على المجتمع ككل، وإلغاء لكل مظاهر حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية العامة والديمقراطية. طيب ما مدى تأثير هذه الانتهاكات والممارسات القمعية على مستقبل التعايش في البلاد؟ يعني ليس هناك الآن تعايش حقيقي، التعايش هو القبول بالآخر. الآن لا يعني الناس لم يعودوا يقبلوا لا ديانات ولا طوائف ولا حرية رأي وتعبير الطائفة الواحدة. يعني أنت عندما تلغي حرية رأي والتعبير هي البوابة الحقيقية للحريات جميعا، وللأحزاب وللنقابات وللأفراد وللمجتمع. عندما تلغى حرية الرأي والتعبير أنت ألغيت المجتمع ككل وطرحت السيادة، وأصبحت الغلبة فقط للرصاص وللمبندقين ولتجار الحروب. طيب بالنسبة للحوثيين، لطالما تحدثوا عن أنهم كانوا ضحية خلال فترة من الزمن، عندما تتحول الضحية إلى جلاد ويصبح هذا سلوكها في التعامل مع الأقليات والمنظمات والنقابات، كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا الأمر يعني هو المرعب، أن يتحول الضحية كما تفضل إلى جلاد، أن الذي تعرض للقمع والإرهاب والاضطهاد وست حروب يتحول هو إلى مضطهد ويمارس كل ما مارسه جلادة، ويتحالف مع جلادة ضد الشعب اليمني، ضد كل الشعب اليمني، وضد الطوائف والفئات والأحزاب ومؤسسات ومكونات المجتمع اليمني. هذه الكارثة التي نعيش الآن، أن هناك يعني تسيد للغلبة والقوة ولمنطقة السلاح، وألغيت إرادة المجتمع والشعب اليمني ككل. أشكرك جزيلا على هذه المشاركة الأستاذ عبد الباري طاهر، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من صنعاء لمناقشة هذا الموضوع بناء على تقرير منظمة العفو الدولية حول تطور آخر في مجموعة من الانتهاكات التي تمارس ضد الأقليات والطوائف في اليمن. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباري طاهر. سينضم إلينا أيضا ضيوف في هذه الحلقة، لكن
لكن سينضم إلينا في هذا في هذه الحلقة المحامي والباحث في القانون الدولي علي هزازي، وأيضا المطهر البذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات وحقوق الإنسان. يمكن أن نعود لمناقشة هذه الحلقة مع ضيفنا الكرام، لكن بعد أن نذهب فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى في هذه الحلقة من زوايا الحدث. من جديد أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مطهر البذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ مطهر. مرحبا، أهلا وسهلا. بداية، هل لديكم أرقام محددة عن عدد المخطوفين والمعتقلين في اليمن؟ شكرا جزيلا. نعم، نحن في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عملنا ولازلنا من خلال العامين الماضيين على رصد وتوثيق كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح. بلغ حتى اللحظة عدد القتلى 11,244. يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع الأستاذ مطهر البذيجي. أستاذ مطهر تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل، سنحاول تجاوز هذه المشكلة لنعود بالتواصل مع الأستاذ مطهر البذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. هو كان معنا من الرياض للحديث عن موضوع هذه الحلقة، وكان يسرد إحصائيات لديهم في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن عدد المختطفين والمعتقلين حاليا في اليمن. إذا لم يتم تأمين الاتصال أستاذ مطهر، يبدو أن هناك مشكلية في التواصل، نحاول التواصل مع الأستاذ مطهر البذيجي. إذن أستاذ مطهر، مرحبا. كان هناك مشكلة في التواصل، تفضل. من حيث ما كنت تتحدث عن موضوع الإحصائيات المتوفرة لديكم عن عدد المخطوفين والمعتقلين، وأيضا إذا ما كانت لديكم إحصائيات عن الطوائف التي تعرضت لمضايقات وانتهاكات كاليهودية وأيضا أخيرا البهائية. أوكي، شكرا. كما قلت سابقا 11,244 حلقة قتل منذ انقلاب الميليشيات وحتى 30 يونيو 2016، منهم 546 امرأة و 914 طفل. بلغ عدد المصابين حتى 30 يونيو 23,732 مصاب، ولدينا بحسب البيانات والأرقام الإحصائيات الصادرة من الفريق الميداني عدد قرابة 3,000 مختفي قسرياً، يتوزعون ما بين نشطاء وسياسيين وإعلاميين ونشطاء كذلك حزبيين ومواطنين عاديين. نستطيع من خلال هذه النقطة أن نقول أن ميليشيات الحوثي وصالح لا زالت تمارس أعمال جرائمها التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الشعب اليمني وخاصة المدنيين، وما تقوم به في محافظات مثل تعز حتى هذه اللحظة يعتبر أو وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان جرائم حرب بالدرجة الأولى. طيب، هل لديكم إحصائيات فيما يخص الطوائف اليهودية والبهائية والمضايقات التي يتعرضون لها، وأيضا هل تم تشكيل هيئات للدفاع عن هذه الطوائف؟ رصدنا من خلال الأسبوع السابق في صنعاء اعتقال 65 شخص من أتباع الديانة البهائية. لازال بحدود 17 شخص، أو لازال قيد الاعتقال بدون مهم. للتوضيح فقط، كان معنا أحمد العوامي والد أحد المعتقلين في بداية هذه الحلقة يتحدث عن اختطاف 65، لكنهم ليسوا من الطائفة البهائية كامل، يعني هم فقط هناك من الطائفة البهائية وأيضا المسلمين كما تحدث، وأيضا أكد أنه تم الإفراج عن مجموعة لم يتبقى سوى 13 شخص. صحيح، نحتفظ نحن بإحصائيات 26 شخص مع الأسماء من الأفراد من أتباع الطائفة البهائية. هذه الممارسات تندرج تحت التضييق على حريات المعتقد، وخاصة ما تتسبب ما تعانيه هذه الأقليات الدينية في اليمن. للأسف ليس لدينا حتى لحظة إحصائيات
من الاعتقالات التي تمت بحق الطائفة اليهودية. طيب هذه الاختطافات لها بعد سياسي؟ الاختطافات نعم. يعني حتى 30 يونيو بلغ عدد المعتقلين بس من يناير حتى يونيو عدد 1885 مقتطف، وكما قلت سابقا تتوزع فئات المختطفين لدى ميليشيا الحوثي من الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين والنشطاء، بالإضافة إلى عدد محدود من أتباع من منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية الذين لم يشاركوا في القتال والانصياع لأوامر الميليشيا. هذا جانب. الجانب الآخر، طال الاعتقال كذلك نساء، وهذا يعتبر بادرة خطيرة بحق العرف الاجتماعي اليمني، حيث رصد فريق الميداني 7 نساء بينهم محامية اعتقلت في 13 مايو 2006 في منطقة الحسينية. طيب ماذا عن مستوى التعاطي الحقوقي مع قضايا هذه الفئات وتحديدا البهائية واليهودية؟ كيف يمكن توصيف مستوى التعاطي؟ نحن كمجتمع مدني وكتحالف نزيل أعمال نزيل هذه الممارسات وهذه الاعتقالات الغير مبررة والتي تندرج والتي تعتبر خارج إطار القانون ومخالفة للدستور اليمني وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه اليمن، وكذلك مخالفة للدستور اليمني الذي نص في إحدى مواده على أنه لا يجوز لأي لا يجوز للشخص المعتقل أو إبقاء الشخص المعتقل 24 ساعة دون محاكمة أو دون عرضه على جهة قضائية. هذا الجانب. الجانب الآخر، في ظل هذا الانفلات وهذه الممارسات، أعتقد أنه من الطبيعي أن تمارس ميليشيا منفلتة أعمال التضييق على الحريات الدينية في اليمن. شكرا جزيلا لك أستاذ مطهر البوذيجي، المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا الشكر موصول للأستاذ عبد الباري طاهر ضيفنا في هذه الحلقة، الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من صنعاء، وأيضا للأخ أحمد العوامي والد المعتقل أيمن العوامي من الطائفة البهائية لدى جماعة الحوثي وصالح. شكرا لكم، انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، نلقاكم غدا وحلقة أخرى وجديدة. إلى اللقاء.